من يوم حرق أسامي الشرطة في 25 يناير والخوان المسلمين للمسلمين بيطلعوا يحوموا حوالين الأقسام وزلوا أي فرصة لازم يحرقوها في حنين جواهم لتدمير رمز السلطة في مصر. النهاردة في مظاهرات عدة كان في الطلبية أكثر المناطق اشتعالا، الخوان للمسلمين راحوا حرقوا نقطة شرطة الطلبية أهي زي ما انتم شايفين، وقطعوا الطريق وولعوا كاوتشوك علشان يمنعوا عربيات المطافي، وحرقوا عربية مطافي، إن عربية المطافي تدخل تولع تطفي. دول ناس ما بيعرفوش غير النار، غير الموت، غير الحرق. ودايما يقول لك مظاهرة سلمية، بعد ما يعملوا كده يقول لك مظاهرة سلمية. دول الذين يستحقوا قانون التظاهر بجد، أيا كان قانون التظاهر وأكثر من قانون التظاهر، دول يجب أن يكون لهم قانون الإرهاب، قانون لمقاومة هذا الإرهاب اللي معايش الناس، اللي بيحرق المبنى ده ملك الدولة وهو عايز يلغي ويهين هذه الدولة. فاللي زي ده يجب أن يتم التعامل معاه بمنتهى الحسم، واللي يقول لكم أنتوا بتعملوا إيه بقى غلطان وبالقانون.